فإن أعظم ما يزيد توحيد العبد وإيمانه بالله تبارك وتعالى هو أن يتفكر في مخلوقات الله، وأن يتفكر في عظمة الباري جل في علاه. يقول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال الله تبارك وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فالإنسان يزيد توحيده وإيمانه بأن يتفكر فيما خلق الله عز وجل وفي عظمة الباري تبارك وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى سخر له من مخلوقاته مما تعينه على عبادة الله، أن الله عز وجل سخر له هذه الأرض يمشي فيها، وسخر له الله سبحانه وتعالى وهو ينظر في مخلوقات الله عز وجل من السماء من علوها وارتفاعها، وما خلق الله عز وجل من الجبال وأنها رواسي، ربنا سبحانه وتعالى جعلها رواسي. وهذا مما اختص الله عز وجل به نفسه سبحانه وتعالى، وألزم الله عز وجل عباده بهذا التوحيد اللي هو توحيد الربوبية بأن يعبدوه وحده لا شريك له. ولذلك لما قال القرطبي في قوله تبارك وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، جاء من بعدها قوله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآية. قال: أي ليبين الله سبحانه وتعالى أن مما يوجب على الإنسان أن يوحده هو أن يعرف عظمته وقدرته جل في علاه. وهذا الأمر لا بد أن يقف عنده الإنسان، فكر في عظمة ربنا سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل من آياته الليل والنهار والشمس والقمر مسخرات بأمره سبحانه وتعالى. ربنا ذكر في سورة الروم، ربنا قال: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره إن في ذلك ومن آيات أن تقوم السماء والأرض بأمره إن في سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا مما يزيد الإنسان إيمانا بالله سبحانه وتعالى، وهذا مما لم يختص به أحد من الخلق أبدا، لا ممن ادعى الألوهية أو الربوبية مع الله سبحانه وتعالى. فرعون عليه لعنة الله مات على الكفر والإلحاد لما قال: أنا ربكم الأعلى. ربنا قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، عارف إنه ما عنده حاجة مع ربنا سبحانه وتعالى، قال: أنا ربكم الأعلى. عشان كده ربنا قال: فلما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المؤمنين. قارون لما تجبر في الأرض وتكبر بما آتاه الله عز وجل من المال والقوة استعظم على قومه وتكبر عليهم وذكروه بالله، ذكروه بربنا سبحانه وتعالى عشان يرجع لربنا سبحانه وتعالى، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعلهم لهم آية، جعله لهم آية. ربنا قال: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز
ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة وللقوة، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. دي كلها نصائح قدموها له لكن بعدك كبر، قال له أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال شنو؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. شو قال له من يانا؟ على علم عندي. ربنا قال أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ربنا قال فخرج على قومه في زينته. بعدين شوف الناس الدارين الدنيا، الناس يقول لك الليلة جارين وراء الدنيا، ليل نهار جاري وراء الدنيا، عباداته في جهجة، صلواته بتاعت الجماعة في جهجة، ده إذا كان بيصلي أصلا، عرفته دارين الدنيا. قال الذين يريدون الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. أزول ده عنده حظ؟ قالوا يا ريت لو عندنا زي ما عنده، إنه لذو حظ عظيم. ربنا قال قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ربنا قال فخسفنا به وبداره الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان لهم من فئة ينصرونه. قبل ما قلت إنما أوتيت على علم عندي، ربنا خسف به وبماله ذاته، ماله قالوا المفاتيح بتاعت الخزائن حقته 40 من الناس ما يقدروا يشيلوها. ربنا قال فخسفنا به وبداره الأرض فما كان لهم من فئة ينصرونه من دون الله، ما كان لهم من فئة ينصرونه من دون الله. عشان كده ربنا قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لأنفسهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. عبد زيك يا أخي، زول لا خلق في السماء حاجة، لا خلق في الأرض حاجة، لا خلق الجبال في الجبال صخرة ولا ذرة، ولا خلق شيء في الأنهار وما يجري فيها من الفلك وغيرها، ما عنده شيء. يمشي يعبدوا مع ربنا سبحانه وتعالى ويلجأوا له في الشدائد وينادوا في الكروبات ويعتقدوا أنه بيعلم الغيب وبيجيب الرائحة وبيدي الجنة وبنزل المطر. وين ربنا سبحانه وتعالى؟ أين الله عز وجل بعظمته؟ وهذه الآيات الدالة على قدرته وجبروته وعظمته سبحانه وتعالى، وين؟ معناه أنت قلبك تراجعه مطموس، أي ذنب يمشي ليه بشر ليه مخلوق ويترك ربنا سبحانه وتعالى؟ ده ما تفكر في مخلوقات الله، لأنه لو تفكر في مخلوقات الله لعرف قدر الله ولعرف عظمة الله. ربنا قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ربنا قال وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى إلى آخر الآيات. ما قدر ربنا سبحانه وتعالى حق قدره، عشان كده أي زول بيترك ربنا سبحانه وتعالى ويلجأ إلى من هو دونه ولو كان من الأنبياء ولو كان من النبي، نبي عديل. يا أخي النصارى غلوا في عيسى عليه السلام وهو رسول من الرسل من أولي العزم الخمسة الذين هم أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام. ربنا ما قبل عبادتهم سبحانه وتعالى وربنا كفرهم. ربنا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا عذاب أليم، وإن لم يسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ربنا قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. دائنك تتوب لربنا سبحانه وتعالى، ترجع لربنا سبحانه وتعالى، تخلي الإشراك بالله عز وجل، تنادي ربنا براو ما تنادي الصالحين، تلجأ لي الله براو ما تلجأ لي غيره، تستعين به ربنا ما تستعين بالحجبات ولا التمائم ولا غيرها، تستعين به ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بعديها درب إليك قدر المخلوق وقدر الخالق. ربنا قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. زول بيأكل يا أخوان، ما يعبد مع الله سبحانه وتعالى، زول بيأكل ما يستحق العبادة. عشان كده ربنا قال في سورة الأنعام قل أغير الله أتخذ وليا
فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم جل في علاه، وفي قراءة ولا يطعم أي لا يأكل. ربنا سبحانه وتعالى ربنا قال لك كانا يأكلان الطعام. فهم عبدوا عيسى عليه السلام وده نبي من الأنبياء ورسول من الرسل أولي العزم، فما بالك بالذين عبدوا، هم أناس من أفجر خلق الله ومن أضل خلق الله، ضلوا الأمة عن دين الله تبارك وتعالى وعن صراط الله المستقيم، وحرفوهم عن دينهم فوقعوا في الضلال والإضلال، زي ما قال السعدي في قوله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، ده اليهود والنصارى، وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال: أولئك هم أئمة الضلال الذين دعوا الناس إلى الدين الذي هم وقعوا فيه. قال: فجمعوا بين الضلال والإضلال، ده دعاة السوء، دعاة الباطل، دعاة الشرك والوثنية في هذه البلاد. ناس يقول لك الأولياء بيعلموا الغيب، قماك نزاور للأولياء الأقطاب، ليهم النشاور منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر، والآيات كثيرة التي تبين أن غير الله لا يعلم الغيب. ربنا قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله إلا الله. ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام بمكانته ويعني جلالة النبي عليه السلام ما يعلم الغيب، قال لهم: قل لهم أنا ما بعلم الغيب. سورة الأنعام ربنا قال له: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. ربنا قال له: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، وقل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير نفعا ولا ضرا، ضرا ولا نفعا في سورة يونس. فهؤلاء الذين وقعوا في الإشراك بالله سبحانه وتعالى ما عرفوا عظمة الله سبحانه وتعالى وما عرفوا قدر الله عز وجل. ربنا قالوا في أنفسكم أفلا تبصرون، نفسك دي لو عينت ليها تعرف قدر ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ربنا قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، الشيخ ذاته كان ما في، كان نطفة في رحم أمه كان ما في، الناس اللي بينادوه ويفزعوا له ويلجأوا له قبل ما يجي الشيخ ده ويولدوه في الدنيا دي كانوا بينادوا منه. عشان كده بنقول لك رأني ربنا سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. أكتفي بهذا القدر وأقدم أخونا مازن.